بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ساعة عصاري. وقد ايه احنا طول الوقت بنسعى اننا نكون قريبين من ربنا عز وجل، وبنفرح قوي قوي لو عرفنا او اتعلمنا عبادة يكون ثوابها كبير. لكن للأسف يعني وقت كتير بنكون ملهيين في الحياة اللي بقى رتمها سريع جدا، وده بيخلينا نقصر في بعض العبادات وننسى الهدف الأساسي والأسمى اللي احنا موجودين علشان، وهو رضا ربنا سبحانه وتعالى عز وجل، وهو الحقيقة ربنا خلقنا للعبادة والعمل. بنسأل كتير نفسنا طب ازاي أقوي الصلة اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. الحقيقة ان في حاجات كتير قوي ممكن نقوي بيها الصلة دي. أكيد طبعا الصلاة والذكر والخشوع في الصلاة دي حاجة جميلة جدا ومن الحاجات المهمة قوي، وقراءة القرآن الكريم برضو من الحاجات العظيمة جدا، لأن قراءة القرآن من أهم وأعظم الأسباب اللي بتقوي الصلة، صلة العبد برب. ويعني هنقول حاجة كده من الحاجات اللي هي قيلت في الأثر: إذا أردت أن تكلم الله فصل الله، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. وما فيش أجمل ولا أعظم من إن ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا. ربنا يكرمنا جميعا ونقرأ القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة اللي بنتعلمها دايما مع حضراتكم من الحاجة سعدية القارئة للقراءات العشر الكبرى والصغرى والأربعة الزائدة اللي منورانا في الاستوديو. برحب بيك. أهلا بيك يا أستاذة. منورانا حضرتك اللي منورة، والدنيا كلها منورة بنور القرآن يا رب. وربنا ينور عقولنا وأبصارنا وقلوبنا بنور القرآن. اللهم يا أمين يا رب. أمين يا رب العالمين، واجعلنا من أهل القرآن العالمين العاملين به. اللهم أمين. أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. احنا النهاردة وصلنا لسورة البينة. البينة قرأنا مع حضراتكم من الناس، وصلنا النهاردة لسورة البينة. أي حد بيتابعنا لأول مرة، بيشوفنا لأول مرة، إحنا بنقرأ السورة مع بعض وبنتعلم مع بعض إزاي القراءة الصحيحة، وبناخد أحكام القراءة الصحيحة التجويد من الحاجة سعدية طبعا، وبعدها بنبتدي نتكلم على فضل السورة. هنسمع من حضرتك سورة البينة. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله سورة البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. خلينا يعني نوضح برضو، احيانا كده الناس بتبقى مش عارفه الفرق بين الترتيل والتجويد، واحنا اصلا بنقرا باحكام التجويد. التجويد احنا بنقرا بالتجويد مش بنقرا بالترتيل، فاحنا فما بنقرا بالتجويد بنقرا بالتحقيق، وبنحاول ان احنا نفصص الايه عشان الاحكام بتاعتها تطلع متقنه، فاللي يقرا خصوصا اللي هو لسه بيتعلم يبقى عارف انه يعرف الحرف المفخم المرقق الغنة زمن المد، زي ما بنسمع كده سيدنا الشيخ الحصري يعني في قراءة المجود او المصحف المعلم. ايوه، نلاقيه مش بيكمل مثلا بياخد الآية كلها كاملة في نفس واحد، على اساس انه احنا في مقام تعليم. ايوه، مش في مقام ترتيل او انا بسمع او بجيب ورد او بختم ختمة ده، انما احنا في مقام التعليم، وتعلمنا ان احنا لما نكون في مقام التعليم بنقرأ بحاجة اسمها التحقيق. يعني ايه التحقيق؟ يعني انا بقرأ القرآن بتأدة وطمأنينة بهدوء، بحيث ان انا مع كل حرف بيخرج بديله حقه ومستحق. تمام كده. ناخد احكام بقى الصورة، ناخد احكام الصورة. والنهاردة هيقابلنا يعني هنقول على كذا حكم كده ممكن يكونوا جداد، يعني اول مرة نتكلم عليهم او هنركز عليهم النهاردة شوية. كده احنا بنعيد الاحكام مع حضراتكم كل مرة على حسب السورة اللي بنقرأها عشان نثبت الاحكام. صحيح. نبدأ الأول ببسم الله الرحمن الرحيم، مستعينين بالله عز وجل سبحانه وتعالى. وبسم الله الرحمن الرحيم عايزين نقول ان احنا فيها ان احنا بنتبرأ من حولنا وقوتنا الى حول الله عز وجل وقوته. ان انا ببدأ مستعينة بالله عز وجل سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم في كل مرة طبعا. لم يكن الذين كفروا، لم ناخد بالنا ان في حاجة هنا همزة او الف عليها رأس الصاد. تمام. وفي عندي من اهل، هلاقي همزة عليها اللي هي رأس العين، الهمزة المعتادة بتاعتنا. عايزين نوضح الفرق ما بين الاثنين، عشان احنا واحنا بنقرأ دلوقتي بنقول لم يكن ما نطقتش الألف الهمزة دي، الهمزة بتاعت تمام. إنما لما أجي أقول من أهل نطقتها ونطقتها صريحة، فأنا عندي حاجة اسمها همزة وصل وهمزة قطع. همزة القطع أصلية من بنية الكلمة. يعني تمام؟ لازم بننطق فيها الهمزة، لازم هي من أصل حروف الكلمة. يعني أنا لو شلتها ما ينفعش، ما تستقيمش الكلمة أساسا يعني. تمام. يعني إحنا بنقول دايما إيه، لا تستقيم الحرف الأصلي من بنية الكلمة، لا تستقيم الكلمة بدونه. فإحنا لو شلت النون من مش هتبقى من طبعا.
هتبقى مين؟ بالظبط. فاحنا عندنا اهل الهمزه هنا بقول عليها همزه قطع ثابته وصلا ووقفا، تيجي في اول الكلمه، تيجي متوسطه زي مثلا المؤمنون، تيجي متطرفه مثلا زي جاء السماء. دي اسمها همزه قطع ثابته وصلا ووقفا، تاتي متوسطه، تاتي متطرفه زي ما يجي شكلها. في كل الاحوال الهمزه هنا طالما ان هي ثابته من اصل الكلمه لازم تنطق. تمام. عندي الهمزه الثانيه اللي عليها الاشكاليه اللي هي همزه الوصل. همزه الوصل دي اللي بتبقى موجوده، دي زائده. اتفقنا. يبقى الفرق ما بينهم ان دي اصليه، إن همزه الوصل زائده، انما همزه القطع أصلية. عايزين ننوه عن حاجة كمان، إن همزة القطع ممكن تيجي على الألف زي كده، أو تيجي مرسومة على واو، أو تيجي زي أو تيجي مرسومة على ياء. كل ده أنا بقول عليه همزة. الواو أو الياء أو الألف هي بمثابة مين اللي شايل بقى الهمزة دي، ما بتفرقش معايا. بس كرسي للهمزة، لا أكتر ولا أقل، ملوش أي علاقة بالنطق. تمام. وبتبقى من الرسم كمان، رسم المصحف. انما همزه الوصل هي لها رسم واحد اللي هي الالف وعليها راس الصاد. تمام. اما قلنا همزه القطع تيجي في البدء، تيجي في وسط الكلمه، تيجي في نهايه الكلمه، انما همزه الوصل ما بتجيش الا في اول الكلام. تمام كده. طب همزه القطع بنطقها بالحركه اللي جايه عليها. جايه مفتوحه همزه فتحه ا، همزه كسره اي، همزه ضمه او، جت ساكنة بنطقها بالسكون بتاعها. إنما همزة الوصل لا، ده ليها أحكام تانية. بس إحنا همزة الوصل في درج القراءة لما بوصل الكلمتين بتسقط. يعني أنا هنا ممكن يعني مثلا بقول لم يكن ال، لم يكن ال، ما نطقتش الهمزة. الهمزة. إنما هبدأ الذين بدأت نطقت بالهمزة مفتوح. تمام كده. فهي ليها كمان احكام همزه الوصل. يعني احنا اتكلمنا عن همزه القطع تيجي زي ما تيجي بحركتها، هنطقها بحركتها، ساكنه اجيب سكونها. انما همزه الوصل تيجي مع الاسماء، تيجي مع الحروف، تيجي مع الافعال. تمام. لو جت لي مع الحروف زي اللام هنا، لان احنا لما خدنا قبل كده لام شمسيه ولام قمريه، وقلنا ان هي اللام دي دخلة على الاسم ده عشان تعرفه، زي ما مثلا بقول أرض، أي أرض، فعشان أعرفها بحط لها لام التعريف. الأرض. طب لام التعريف ساكنة أصلا، وإحنا مش هنعرف ننطق بساكن، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. تمام. فهعمل إيه؟ فجيئة بهمزة الوصل وتحركت بالفتح عشان اللام الحرف، فبقت الأرض. تمام. ماشي. البارئ، المصور، لو هي همزه لو هي لام قمريه، لو هي لام شمسيه السماء. بنطق الا، واخلي بالي ان اللام الشمسيه اللي مش مغمض في السين، اس، بس الشاهد ان انا نطقت الايه، بس هي همزه الوصل بتيجي تقصدي حضرتك مع اللام برضو. ما يعني هي دي، ما احنا بنقول بتيجي مع الحروف، ايه الحروف اللي بتيجي معاها؟ اللام. اللام الشمسيه او القمريه، او بنقول عليها قل التعريف عموما، لام التعريف عموما. يبقى هي الهمزه الوصل تيجي مع لام التعريف، وفي كل الاحوال جايه مفتوحه. تمام. طيب. معانا على التليفون يوسف. اهلا بيك يا يوسف. الو، اهلا بيك. ما شاء الله. مساء الخير. مساء الخير. الخير ازي حضرتك؟ انت عندك كم سنة؟ ازي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله. ما شاء الله صوت الحاجة سعادية تحفة ما شاء الله. جميل. انت اللي جميل. شهادة اعتز بيه. ممكن توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون بس؟ قولي انت عندك كم سنة؟ انا عندي 9. 9 سنين. بتحفظ قرآن؟ انا دلوقتي ان شاء الله هبتدي احفظ سورة البينة، هبتدي احفظ فيها. هتبتدي تحفظ في البينة، انت معانا يعني. انت متابع معانا يا يوسف؟ ايوه. ما شاء الله. طب ايه، تحب تشارك معانا بالقراءة، تقرأ البينة؟ انا لسه ما ابتديتش فيها بصراحة. ايوه. انا لسه هبتدي ان شاء الله فيها من النهاردة. هبتدي اصلي الفجر وان شاء الله هبتدي اقرا فيها. يا حبيبي ما شاء الله. ممكن تقراها من المصحف يا يوسف، مفيش مشكلة. ممكن ثانية واحدة؟ اقرأها من المصحف. كمان ثانية واحدة. يلا ماشي.
والله انا سعيده عسل. جدا اللي فيه حد وانا كمان طبعا. ما شاء الله. انا بجيبها من اخر المصحف اهو. انت يعني جبرت في خاطرنا. بينا احنا مبسوطين. يوسف وايها الصديق. يلا اقرا. يا رب بينا فين اهو كده ان شاء الله. البينة. يلا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه انا ممكن اقرا سوره الفلق. طب يلا انا برضه كنت عايزه اقول لك كده. اقرا اللي انت حافظها. انا ممكن اقرا سوره الفلق. يلا اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. شاطر يا يوسف، برافو عليك. انا بجانب ان انت شاطر انا بحب يوسف، يعني ربنا يبارك فيك ويجعلك من اهل القران. طب بص يا يوسف، انت بتحفظ لوحدك ولا حد بيحفظك؟ انا الحمد لله بحفظ لوحدي. نعم بحفظ لوحدي الحمد لله. لا يا يوسف، احنا محتاجين تروح لشيخ او معلم او معلمه تقرا عليها القران، افضل واحسن، عشان هي هتعلمك الاحكام او الشيخ هيعلمك الاحكام صح. وعشان تحفظ القران صح لازم تقرا قراءه صحيحه. بيحفظ قران، ممكن انا ابقى انزل احفظ قران تحت. برافو عليك. مهم قوي يا يوسف نتعلم القراءه صح، وانت لسه صغير ولسه بتتعلم. أيوة. من الاول خالص هيبقى اسهل بكتير بكتير عليك. أيوة. ان شاء الله. وبرضه تابعنا وعايزاك تتابعنا وكل مرة تكلمنا تقرا يا يوسف. ان شاء الله هتابع مع حضرتك سوره البينه. خلاص عايزين المره الجايه كمان نقرا بقى ان شاء الله بطريقه صحيحه افضل من كده بكتير. هتابع مواعيد الحلقه، واول حلقه الجايه هنبقى مع حضرتك. وهقول الجزء الاول من البينه. طب اتفقنا. شاطر. خلاص وعد ان شاء الله. ايوه وعد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله مستنيينك. ربنا يحفظك. شكرا يا يوسف. الله يحفظك يا رب. امين. تمام. انا سعدت جدا بالمكالمه بجد. انا كمان. فقلنا همزه الوصل مع الحروف، وهي ما بتجيش الا مع لام التعريف من الحروف. وخلاص بتجيني مفتوحه خلاص وانا مغمضه. لا همزه الوصل مع اللام تيجي شمسيه تيجي قمريه مفتوحه مفتوحه خلاص. انما هي الاشكاليه فيها مع الاسماء. مع الافعال. تمام. ده عايزين نفرد له حلقه عشان ما نسحمش دماغ الناس. تمام. كل مره نقول حاجه بسيطه كده ونكمل عليها ان شاء الله. ماشي. تمام. شاء الله. عشان هي في الافعال نقعد نقول لازم ناخد تالت الفعل ونشوف تالت الفعل مفتوح مضموم مكسور. فمحتاجه حلقه لوحديها نتكلم على همزه الوصل. بس على الاقل النهارده خدنا اللي يناسب اللي موجود معانا في الصوره. اتفقنا. فبيقول لم يكن الذين، يبقى هنا همزه الوصل ساقطه وصلا. طب هبدا بيها هتتنطق عادي. الذين الذين كفروا من اهل الكتاب. اخلي بالي في الف برضو هنا اهي في الصوره عليها صفر مستدير. الالف دي يا جماعه اسمها الفارقه. الفارقه. الالف دي اللي عليها الصفر المستدير. وخلي بالي عشان في الف تانية بنقول عليها صفر مستطيل. الدايره بتاعته طويله شويه. مستطيله. دول اسمهم الالفات السبع. خلينا في اللي هنا برضو عشان ما نسحبش المعلومات على الناس. فالالف دي بتيجي دايما بعد واو الجمع. بعد واو الجمع. يعني هنا كفروا مجموعه، يبقى الواو هنا واو ايه؟ واو جمع. فهي هنا بسميها الفارقه، يعني بتفرق عن الواو الاصليه من واو الجمع. يبقى انا كده وانا مغمضه لما اشوف الالف اللي عليها الصفر المستدير دي انا دي بتاعت اعرف الجمع. ان الواو دي واو جمع مش واو اصليه. بدليل ان انا لو شلتها عن الكلمه مش هتأثر. فيقول يعني لو شلت الواو اقول كفر، ما غيرتش حاجه في الكلمه. تمام. طيب من اهل، عندي نون ساكنه وبعديها همزه اظهار حلقي. من اهل الكتاب، خدنا بالنا برضو من همزه الوصل. اهل الكتاب سقطت وصلا. لو هبدا اقول الكتاب. من اهل الكتاب والمشركين منفكين. عندي نون ساكنه وبعدها فاء اخفاء حقيقي. تمام. منفكين حتى
هناخد حاجة اللي هي الألف اللي احنا شايفينها الألف الصغيرة دي. احنا معظم كلامنا النهاردة عن الألفات. الألف الصغيرة دي بقول عليها ألف خنجرية. خنجرية. هي أنا عندي الياء دي المكسورة اللي هي تكتب ياء وتنطق ألف. أنا عندي حاجة اسمه حروف المد الطبيعي. المد الطبيعي اللي هو ايه برضو الواو والألف والياء الأصلية برضو من بنية الكلمة. تمام؟ بتيجي بمدها بمقدار حركتين طالما ما جاش بعدها سبب اللي هو الهمزة، لو نفتكر مد المتصل والمنفصل أو البدل. تمام. هنا دي بقول عليها مد طبيعي ألف. مد طبيعي حركتين. حتى تأتيهم البينة أخلي برضو من تأتيهم الهمزة الوصل سقطت، وما اجي عند البينة بظهر الهاء، مش البينة واسكت، لا البينة. تمام. رسول من الله، خلي بالي من ترقيق السين واقول رسول. تمام. رسول تنون بعد ميم ادغام كامل. تمام. غنة المدغم فيه اللي هو الميم. رسول من الله يتلو صحو، خلي بالي في تاء هنا طالما عليها سكون اسمها همس. يت عشان عليها سكون. ايوه. يتلو صحفا مطهره، سوء تنوين وبعديه ميم برضو ادغام كامل بغنه المدغم فيه. حلو. وفيها كتب قيمه، تنوين وبعديه قاف اخفاء حقيقي. تمام. هقف على قيمه ما واظهر الهاء. الهاء. تمام. وما تفرق تفاء، اخلي بالي ان انا اخلص التاء من الفاء تفاء، واجي عند الراء، الراء هنا مشدده مفخمه، مفخمة. تفرق الذين. تمام. بس هنا القاف كمان مفرقه في الموضوع مفخمه، مفخمه جايه بعد أسهل. الراء فمش انما اللي ممكن يحصل ايه، ان انا اسمعها ان انت تاخدي تفخيم الكلمه من الاول تقول تفرق، لا احنا بنخلص التاء والفاء وبعدين ندخل على المفخم. تفرق الذين اوتوا. هنا عندي واو قبلها همزه بقول عليه مد بدل، والواو هنا مد برضو مد طبيعي حركتين. والالف اهي المد الالف الفرق. تمام. اوتوا الكتابه الا من بعد اقلاب نون وبعديها باء بنقلب. أيوة. النون لايه؟ لميم. من بعد ما جاءتهم حرف المد والهمزه في كلمه واحده يبقى حكمها مد متصل. جاءتهم البينه اتكلمنا عليها تاني. وما امروا الا لو انا هقف على وما هجيبها مد طبيعي. لو انا هقف عليها وما مد ليه؟ لان مفيش سبب للهمزه طالما وقفت مفيش سبب للمد، انما انا مديت ليه؟ عشان وصلتها بالحرف اللي جاي الهمزه اللي جايه بعديها، فبقى هنا اسمه مد منفصل. وما امروا الا دي مد منفصل ودي برضو مد منفصل. يبقى عاملين حسابنا في القراءه بقى لما يبقى المدين كده جايين ورا بعض علشان واخدين نفس كويس، ناخد نفس عشان نعرف نحقق الاثنين بس نطلعه بعد كده ما نكتموش ونسيبه عشان لا هطلع ولا هطلع اللي جاي. ايوه. وما امروا الا تمام كده ده اسمه مد منفصل جائز. تمام. الا ليعبدوا الله، هنا مد طبيعي حركتين والالف اللي احنا عليها قلنا الفرق. الا ليعبدوا الله، وخلي بالي ان لا ان لام لفظ اسم الجلاله هنا مفخم. تمام. مفخم ليه؟ علشان اللي قبليه، اللي قبليه ماله مضموم، اللي قبليه ساكن، ساكن يعبد الله، اللي قبليه اللي هي الضمه، يبقى جايه اللام قبلها ساكنه. بص على اللي قبليه مفتوح مضموم. تمام. افخم لام بعدين. على فكره انا مش مفروض لا مذاكره تمتحنيني على الهوا. الا ليعبدوا الله مخلصين، ما اقولش مش عشان الصاد مكسوره فانا اجيبها سين. برضو اخلي بالي ان الصاد مش صاد كسره صي مش سي. أيوة. مخلصي صي صي يا جماعه الحرف انا عندي الحروف مفخمه خص ضغط انقذ
لو جت مكسورة أمال ليه بناخد على كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالية؟ عشان كل حرف مهم وعشان كل حرف لازم نحققه وعلشان كل حرف بناخد عليه ثواب عشان احنا هناخد هنا دلوقتي بقول لك رسول من الله يتلو. أيوة يعني ما لو ما كانش القراءة الصحيحة ليها مكانة وليها كذا ما كانش ربنا عز وجل قالها وذكرها في كذا موضع في القرآن. التلاوة الأصل، القراءة الصحيحة الأصل، فما بنتها وانشي في أي حرف، لأن احنا ده كله كلام ربنا مش كلام بشر. صحيح. فأنا زي ما حضرتك لسه بتقولي لو حبينا نكلم ربنا عز وجل ايوه بنقرا القران، ولو عايزين ربنا عز وجل يكلمنا نقرا القران. فانا ما ينفعش ان كلام ربنا عز وجل ان انا ابدا باي حال من الاحوال التهون فيه او التغاضي فيه. تمام. فانا عندي الحروف المفخمه حتى لو مكسوره ما بقولش مرققه وما بنزلهاش لدرجه الترقيق عشان ليها مثيل، يعني الصاد لو انا رققتها تبقى سين، الطاء لو رققتها تبقى تاء، فده ما ينفعش. فاحنا بنقول ادنى درجات التفخيم مخلصي صي صين. تمام. والواو الياء هنا مد طبيعي، مخلصين له الدين، برضو همزه الوصل ساقطه وصلا. ايوه مخلصين له الدين، حنفاء، حنفاء هنا مد متصل. ويقيم الصلاة، ودايما أخلي بالي من حرف المشدد إن أنا أنطقه حرفين. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. تمام. نخلي بالنا برضو إن أنا عندي الواو مرسومة واو وعليها برضو الألف، أنا بنطق الألف مش بنطق الإيه الواو. تمام كده. ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تمام. إن الذين كفروا، نون مشددة غن حركتين لما كنا بنقولها في الأول السلطانة. إن الذين كفروا، كفروا الكاف والفاء مرققين والراء مفخمة. من أهل الكتاب قلناها إظهار حقيقي، والمشركين فين؟ في نار جهنم، غن مشددة حركتين. تمام. أولئك مد متصل. هم شر البرية، شر البرية. النون برضو المشددة خدناها. إن الذين آمنوا مد بدل. وعملوا، وخلي بالي من كسرة الميم، وعملوا وجيب الواو بتاع، لأن في خطأ في إيه؟ إن ممكن أهمل الواو الجماعة اللي إحنا بنتكلم عليها دي وأجيبها ضمة بس، قولوا عملوا الصالحات واختفى كده. لا، هي مد طبيعي حركتين، وأقول وعملوا الصالحات. تمام؟ تمام. أولئك مد متصل، هم خير، ميم ساكنة وبعدها خاء، إظهار شفوي. جزاؤهم مد متصل أربعة، ميم بعدها ميم ساكنة بعدها عين إظهار شفوي، عند ربهم جنات، نون مشددة غن حركتين. عدن تجري، تنون بعدي تاء، إخفاء حقيقي. من تحتها برضو إخفاء حقيقي، وخلي تحت هل برضو أثبت المد الطبيعي. همزة الوصل ساقطة وصلا، نبدأ بها مع الحرف آ. ماشي. الأنهار، وخلي بالي من تفخيم الراء. خالدين فيها، أقول خا مفيش خا، خا خالدين فيها أبدا. وقفت فيها مد منفصل. طب وقفت عند أبدا، هلاقي ألف وعليه تنوين الفتحة أو تنوين النص، بقف عليه بالألف وبقول بقف بالألف عوضا عن التنوين. تمام. رضي الله عنهم ورضوا عنه، عندي ميم ساكنة وبعدها واو إظهار شفوي. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها وللتحادي فعرفي. أخلي بالي من الميم الساكنة لما يجي بعدها واو أو فاء إن أنا أظهر الميم. ماشي. ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب، نون وبعديها خاء إظهار حلقي. جميل. اللهم اجعلنا ممن خشي رب. امين يا رب العالمين. هستاذن حضرتك ومشاهدينا، ويا رب تكونوا كنتم محضرين نفسكم في المصحف والورقه والقلم، وبعد كده ان شاء الله دايما نفكركم في بدايه الحلقه علشان نكتب الملاحظات بتاعتنا في القراءه مع بعض، زي ما يوسف كده كان متابعنا وعامل. وهنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل فضل سوره البينه.
حضراتكم مرة تانية في ساعة عصاري. وإحنا النهاردة طبعا الحمد لله قرأنا سورة البينة وأخدنا الأحكام بتاعتها، لكن مين مننا وهو بيحفظ جزء عام وهو صغير أو حتى وهو كبير وما وقفش عند سورة البينة وحس إن هي كده يعني ليها كده رهبة، ليها شدة، ليها قوة، حتى حفظها ما كانش سهل، يعني ما كانش بيبقى بيعدي بسهولة، حتى واحنا بنراجع برضو لحد دلوقتي نيجي نراجع كده نحفظ اللي قبلها سهل واللي بعدها أسهل، لكن هي ليها زي ما بقول كده حاجة في القلب وفي العقل مختلفة. ليه بقى وليه سورة البينة وليه سميت بهذا الاسم؟ هنعرف أكتر من حاجة سعادية القارئة القراءات العشر الكبرى والصغرى والأربعة الزائدة. برحب بحضرتك مرة تانية. الله يبارك لك يا أستاذة عبير. حقيقي الإحساس ده ولا إيه؟ لا هو حقيقي جدا، حتى هي لها عدة أسماء، يعني قال لك اسمها سورة البينة أو سورة لم يكن أو سورة القيامة أو سورة البرية. فبيقول لك السورة اللي تتعدد أسماءها يبقى لها من شأنها عظم، يعني لها شأن عظيم يعني. أو فيها رسائل عظيمة يعني فيها. وبعدين كمان تلاقي أولها كفار ومشركين وأهل كتاب تحسي كده إن إيه يعني أحكام داخل عليك. أيوة، بس إحنا عايزين نقول عن حاجة جميلة جدا جدا، حتى لو هي الصورة صعبة في حفظها أو قراءتها للي لسه مبتدئين، فإحنا عايزين نقول كده حاجة إيه لطيفة قوي. يعني الصورة دي بالذات الرسول صلى الله عليه وسلم راح لسيدنا أبي بن كعب. مين سيدنا أبي بن كعب؟ سيدنا أبي بن كعب من كتبة الوحي، سيدنا أبي بن كعب إمام وفقيه وراوي حديث. سيدنا إمام بن كعب الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول أقرأ أمتي أبي أو أقرأكم أبي، يعني أحسن واحد يقرأ قرآن صح أبي بن سيدنا أبي بن كعب. سيدنا أبي بن كعب كان حبر من أحبار اليهود، كان يقرأ الكتب ويطلع عليه. تمام. سيدنا أبي بن كعب الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا أبي إن ربي أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن. يعني ربنا أو حاله هو؟ ربنا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يقرأ على سيدنا أبي سورة البينة. إن شاء الله. يعني ده في أي خاصية يعني اختصاص وحي ينزل مخصوص للرسول، ومين اللي بيقرأ على مين؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم معلم الأمم. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أول ما أنزل عليه القرآن يروح لصحابي بشر سيدنا أبي يقول له يا أبي أمرني ربي أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. هل كان في سبب؟ سيدنا أبي قال له أو ذكرني الله، يعني ربنا ذكر اسمي، يعني رب يعني احنا لما بتجيبي نقول فلان ايه ده واتكلمت يعني وقالت وذكرت اسمي وقالت اسمي، فما بالنا ان ربنا عز وجل اللي يذكر اسم سيدنا أبي بن كعب من فوق سبع سماوات، وينزل سيدنا جبريل اللي بينزل للأنبياء والمرسلين وينزل لنبينا صلى الله عليه وسلم ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو اللي يقرأ على سيدنا أبي. يعني أي عظمة. يعني سيدنا أبي كان في الذهول فبيقول له أو ذكرني الله، يعني قال اسمي ثم ظرفت عيناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن ناخد منها إن مفيش حاجة أي تواضع أساسا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يروح لصحابي وهو اللي يقرأ عليه القرآن. يعني إحنا دلوقتي لو حد حفظ له جزئين ثلاثة خلاص بقى إمام الأمة، إنما ده النبي صلى الله عليه وسلم ويروح لصحابي ويقول له أمرني ربي أن أقرأ عليك القرآن. أيوة عليه الصلاة والسلام. فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبي بن كعب عشان كمان النبي صلى الله عليه وسلم يدينا درس في التواضع أولا، تاني حاجة إن القرآن شرطه القراءة والتلقي.
ايوه زي ما كنا بنقول ليوسف من شويه، أيوة انت لازم تتعلم على ايد شيخ، أيوة أو علشان ده شرط نزول القران الكريم، او ان احنا نزل على سيدنا محمد بالطلاق صلى الله عليه وسلم. استاذن حضرتك بس قدام. معانا مريم من بدري، اهلا بك يا مريم. مريم لسه معانا؟ طيب معلش مريم زائد منك تعبت. ايوه مع حضرتك. طب هو كان في سبب معين بالنسبه لسوء رسول تعظيم قولي تعظيم سيدنا ابي؟ يعني سيدنا ابي كان عنده من يعني ايه نيته، او ايه العمل اللي مع ربنا عز وجل، او ايه الخبيئه اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى يوصل للدرجه دي ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يقرا عليه. صحيح تمام كده. ده فربنا عز وجل بيقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أنا عندي هنا كم نوع؟ الذين كفروا منين؟ من أهل الكتاب والمشركين منفكين. عارف حضرتك منفكين يعني حاجة ماسكة ببعضها جدا، منفكين يعني هم مش هيتنازعوا أو هيتركوا بعض أو هيتزالوا من بعض إلا حتى تأتيهم البينة. يعني هم بيقولوا احنا مش هنآمن الا لما تجينا البينة الواضحة، لما نشوف ده بوضوح، لما نشوف ايه اللي خلينا ننفك دي. فاللي احنا عايزين ننفك ده عايزين حاجة قوية، عايزين حاجة بينة وواضحة حتى تأتيهم البينة. ايه البينة؟ ربنا عز وجل رد عليهم وقال لهم رسول من الله. الرسول جاي منين؟ من الله عز وجل. فلما رسول من الله يبقى اللي أنزل ده أو اللي بعث ده بعث من الله عز وجل بوحي من ربنا سبحانه وتعالى. طب الرسول جه لوحده بكلام وموعظة بس؟ لا، ده معاه إيه؟ يتلو صحفا مطهرة. يعني الرسول جاي ومش جاي بموعظة أو بأمر أو بكلام بس، لا ده جاي ومعاه بينة تاني أوضح ودليل أكبر وحجة أكبر اللي هي صحفا مطهرة يتلو. وناخد بالنا من يتلو، أصل الأصل في القراءة التلاوة، الأصل في القرآن القراءة الصحيحة. يتلو صحفا مطهرة. والصحف مطهرة ليه؟ أصل القرآن ربنا عز وجل قال عليه لا يمسوه إلا المطهرون. تمام. فالكتاب المطهر والصحف المطهرة هو أصلا لما تدخل أصلا على القلب، لأن هو لما هيتلوه لازم هيلمس قلبه، فلما يلمس قلبه يطهره. الله جميل. تمام معنا. ويدخل بعد تطهير القلب نور القرآن. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يعني ازاي هي صحف ورق وازاي فيها كتب؟ فيها احكام، فيها شرائع. زي مثلا صحيح البخاري لما يلاقي كتاب مثلا الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا، هو صحف، انما الكتب اللي فيه او الاوامر اللي فيه مالها؟ قيمة. يعني ايه قيمة؟ يعني القيم اللي هو يعدل المعوج. القيم جاي من الاستقامة. كتب قيمة يعني كتب تدعوك إلى الاستقامة وتنير لك الطريق المستقيم إلى الله عز وجل. طبعا سبحان الله. طب احنا ربنا عز وجل بعث لهم رسول حجة من الله عز وجل، وما قالش رسول وسكت، قال له رسول من الله. والكلام كمان لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عندهم في الكتب إن في نبي جاي آخر الزمان، فلازم كله يؤمن بيه ختم الأنبياء. وعندهم كتب، وعندهم كتب وقارئين فيها. وعارفين. فدول في الأصل عارفين إن في الله عز وجل. إنما المشركين هم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. يعني اللي عبدوا الأصنام الوثنيين كذا وكذا. فدول مشركين أساسا بالله. وأهل الكتاب ده هو مذكور عندكم في الكتاب، وانتوا قلتوا عايزين رسول، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة من الله عز وجل، ومعاه البيان والوضوح، ومعاه الحجة الكبيرة أكبر الصحف المطهرة، مع القرآن. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طب احنا جبنا لكم البينة والحجة، حصل ايه؟ تفرقوا برضو، ما امنوش. لان هم دايما يقول لك، دايما اليهود يقول لك نحن شعب الله المختار، نحن ابناء الله واحباء، وقالت اليهود نحن ابناء الله واحباء،
قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إنما هو اعتقادهم لا، هو إحنا هنآمن ببشر زينا زيه؟ لا، إحنا ما نأمنش. ولذلك معظم الأنبياء نزلت ليهم. أيوة. أكتر قوم نزل فيهم أنبياء كانوا هم اليهود. تمام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني حتى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بيه وبالقرآن نزل بيه هو. أيوة. نزل ليه؟ عشان يعبدوا ربنا الله. وكل الرسل كانت نازله لعبادة المولى عز وجل، بعبادة الله بس. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني بيقول لهم إن مش حاجة جديدة. يعني الرسول ما جايش، مش جاي بأوامر جديدة عليكم، أو هيكلفكم حاجة فوق طاقتكم، أو هيأمركم بحاجة غير كذا. لا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. الأمر كله إن إحنا نعبد الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. شرط العبادة لله إيه؟ الإخلاص. الإخلاص. أنا بعبد الله عز وجل وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثاني، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقيموا حدود بقى، حدود ربنا وفرائض ربنا. دي أوامر ربنا عز وجل، ودي الفرائض اللي ربنا فرضها عليه. يعني كأن ربنا عز وجل بيقول كل أوامره سهلة. إحنا عايزين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا عايزكم بس تعبدوا. أول حاجة، أول ركن من أركان الإسلام إن إحنا نوحد الله عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك. تاني حاجة بس شرط العبادة، وإن أنا عشان أكون ليعبد الله شرط إن أنا أكون بعبد الله بإخلاص. والنية محلها القلب. ربنا عز وجل هو اللي مطلع على النية دي في قلبي، حتى الملائكة ما تعرفهاش. عشان كده ربنا عز وجل عارف مين المخلص في عبادته ومين اللي بيدخل في عبادته رياء أو شرك. تمام. مخلصين له الدين حنفاء، يعني حنفاء يعني عرفوا الطريق المستقيم للعبادة هي إيه. تاني شرط أو تاني ركن، ويقيموا الصلاة. ما قالش ويؤدوا الصلاة، لا، قال ويقيموا. إقامة الصلاة. إقامة الصلاة. إقامة الصلاة غير أداء الصلاة. أداء الصلاة اللي هي وقوف، ركوع، سجود وهكذا. أيوة. إنما إقامة الصلاة هنا شرط. دي ركن من أركان الإسلام. وإقامة الصلاة إن أنت تقومها بخشوع لله عز وجل، قلبك مستحضر فيها، عقلك مستحضر فيها. ما يعني ما تدخلش الصلاة وانت شايل هم شغلي ورزقي وعملي. ده ربنا عز وجل ايه قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. بص اللي جاية بعديها. عشان الناس اللي بتعطل الصلاة عشان هي بتشتغل وفي وقت شغلها ورزق واصل ممكن لو حد في محل لا مش هصلي اصل ممكن اخسر او اعمل. لا، بصي ربنا قال لك ايه، وأمر اهلك بالصلاة وايه واصطبر عليا. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، بس انت صلي والرزق جاي من ربنا. بس انت صلي وقيم صلاتك وربط الصلاة بالرزق. وهم يعني عبادة مهمة جدا قصاد حاجة الانسان بيقعد يعيش حياته يدور عليها ويفكر فيها ويعمل فيها. ربنا اصلا كفلها. ما مش هي دي اللي هتعطلها. ما تدخلش الصلاة وانت دماغك مشغولة بفلوس وهعمل وفضلي وعليا والكلام ده كله. لا، بقول له وأمر اهلك بالصلاة. مش هؤمر واسكت وعارف ان الموضوع ده لازم مش هيبقى فيه صبر. واصطبر اللي هو اعلى كمان من الصبر المداومة. واصطبر. لا نسألك رزق. احنا مش عايزينك تصلي عشان انت الصلاة بتاعتك هتجيب لنا منها فلوس. أيوة. واصطبر عليها. ماشي. لا نسألك رزقا نحن نرزقه. ويؤتوا الزكاة. خلص بس. ويؤتوا الزكاة. ويؤتوا الزكاة ركن برضو. قال ويؤتوا الزكاة، ما قالش ويؤتوا الزكاة. ويؤتوا الزكاة إيتاء الزكاة برضو ركن من أركان الإسلام. كأن أنا لما بدي الزكاة لحد هي مفروضة عليا، بس كأني أسقطت ركن عليا من أركان الإسلام. صحيح. تمام. ويؤتوا الزكاة وذلك دينه.
القيمة. نقف عند دين القيمة، واحنا يا رب يرزقنا كده اللهم إقامة الدين، اللهم ويعني آمين وإن يا رب، احنا نقدر نقوم بكل أركان الدين يا اللهم رب. آمين يا آمين، رب. ونكمل إن شاء الله في الحلقة إن اللي شاء جاية. الله بشكرك نكمل حاجة الحلقة سعدية. الجاية بإذن الله، وربنا يجعلنا من أهل القرآن يا الذين رب. هم أهل الله وخاصته، اللهم آمين يا رب اجعلنا ممن العالمين. يقيم حروفه وحدوده، آمين يا رب وارزقنا العالمين. تلاوته آناء الليل يا وأطراف رب. النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. يا رب اللهم آمين. صل وربنا إن وسلم شاء الله وبارك يجعل اللحظات اللي بتستنونا فيها دي فيها البركة لبقية اليوم إن شاء الله. وبشكر حضراتكم، وأشوفكم إن شاء الله مرة تانية بألف خير في ساعة عصاري.